إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. تواصل مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تسجيل قراءات إيجابية تعزز من تحسن الأوضاع الصحية في ظل جائحة كوفيد-19، حيث أغلقت العديد من المستشفيات عددا من الأجنحة ووحدات العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا، فيما أعلن مستشفى الأميري إغلاق آخر وحدة للعناية المركزة لمرض كوفيد-19. نعم، بالتزامن مع هذه التطورات الإيجابية، انخفضت معدلات دخول المرضى في أجنحة كوفيد-19 إلى 80% مقارنة بشهر يونيو الماضي. عودة الحياة لطبيعتها تقترب أكثر فأكثر. هي ليست مجرد فرضية، إنها حقيقة مؤكدة بناء على المؤشرات الإيجابية للمنحنى الوبائي بفضل تسريع عجلة التطعيم في البلاد، الذي ساهم في إغلاق العديد من الأجنحة والعناية المركزة المخصصة لمرضى كوفيد-19 في مختلف المستشفيات، حيث تم إغلاق آخر وحدة للعناية المركزة في مستشفى الأميرية والوصول إلى 0 حالات حرجة لأول مرة منذ بداية ظهور الجائحة. طبعا كانت 3 عنايات مركزة في مستشفى الأميري مع انحسار الأعداد، الإقبال الكبير على منصات التطعيم، الجهود الكبيرة الواضحة من خلال الطاقم الطبي بشكل عام في العناية المركزة في الديرة وخاصة في المستشفى الأميري، تم الإغلاق التدريجي إلى أن وصلنا عدد 0 في العناية المركزة في المستشفى الأميري، إغلاق 3 عنايات مركزة في المستشفى الأميري. طبعا هذا كان مراحل تدريجية خلال شهر 8 لغاية أمس، أو خلنا نقول أول أمس، عندنا حالات العناية المركزة في مستشفى الأميري الحمد لله 0. انحسار الإصابات ساهم أيضا في إغلاق 3 أجنحة لمرضى كوفيد-19 من أصل 5 أجنحة في مستشفى الأميرية، وانخفضت معدلات دخول المرضى في الأجنحة إلى 80% مقارنة بشهر يونيو الماضي. قمنا بإغلاق بعض الأجنحة، الحمد لله سكرنا تقريبا 3 أجنحة من أصل 5 أجنحة بالكوفيد، الحمد لله رب العالمين. الحين عندنا جناحين للكوفيد، وبشكل عام الحالات الدخول الكوفيد نزلت تقريبا بنسبة 80% عن شهر يونيو، وهذا شيء جدا جميل. طبعا هذا نتيجة أمور عدة، أحداها أن الناس الحمد لله بالتزامها بالإرشادات المطلوبة، والحمد لله بسبب زيادة نسبة التطعيم. الحملة الوطنية للتطعيم تجني ثمارها على أرض الواقع، انحسار الإصابات وانخفاض معدل الدخول إلى المستشفيات، وأزدل الستار عن العديد من الأجنحة والعناية المركزة المخصصة لمرضى كوفيد-19 في مختلف المستشفيات. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.